جينا هسه قبل شوية على مكان أو سوق هو قديم، صار بالمنطقة القديمة قريب من منطقة كامرالتا. حنمشي بالأسواق مالتها، طبعا الأسواق هي شعبية، يمكن حتلاحظون أن السوق نوعا ما الناس قليلة بيه. اليوم إحنا سبت، طبعا يعني عطلة نهاية الأسبوع. الحياة هنا تختلف تماما عن اسطنبول. عادة الناس السبت باسطنبول تبدي تطلع تشتري تقضي شغلاتها بنهاية الأسبوع، هنا الحياة تختلف تماما. شكلهم يوم السبت يمشون على راحتهم، والناس يعني فتحت المحلات وقت متأخر. اليوم الحرارة 36 تقريبا، حصير يعني بالذروة. الرطوبة شوية موجودة همين عالية. ساعة 12 حاليا، احنا 12 الظهر بدأت الناس شوية تجي للسوق، فخليكم تابعين. ونترك هذا العزف الجميل ونقول لكم أهلا وسهلا بكم وبالحلقة الثانية من جولتنا في مدينة إزمير. إزمير هي مدينة جميلة تقع على بحر إيجه. انطلقنا من اسطنبول بالسيارة برحلة استغرقت 4 ساعات ونص. واليوم جولتنا حتكون من وسط المدينة القديم، وبالتحديد من السوق الشعبي لمدينة إزمير، واللي صاير قريب من ميدان الساعة عند منطقة كامرالتا، واللي شفناه بالحلقة السابقة. واللي ما شاف الحلقة الأولى فرابطها موجود أسفل الفيديو. والآن خلونا نبلش جولتنا بهذا السوق. دخلنا بالسوق القديم وفتنا على مكان لخطاط. طبعا هاي اللوحات كلها هو يسويها، موجود بالمحل. طبعا هي مو طبع، كلها مخطوطة بالإيد. المكان جدا جميل. اسم المحل اسمه يزهانة، حيكون موجود أسفل صندوق الوصف أو تحت الفيديو صندوق الوصف. المكان جدا جميل، اللوحات بيها طبعا أسعارها تبدي مثلا 700-750، ممكن أنه يسوي لكم عليها ديسكاونت. المكان كلش حلو، اللوحات غاية بالجمال، بيها إحسان يعني فظيع، كلش كلش حلوة. شوف هاي مثلا إنا فتحنا لك فتحة مبينة، ايش قد حلوة هاي. مثلا سعرها 750 ليرة. الناس هنا بإزمير ماشيين على وتيرة أبطأ، مو مثل إسطنبول. إسطنبول هناك الناس تركض وما حد يباوع بوجه الله وما حد يسلم على الله، والناس كلها هيك في حالة عجلة. طبعا حتى هذا الشيء الناس يعني شفنا كثير من الأتراك بفيديوهات، يعني الناس تنتقد أهل إسطنبول إنه أنتوا ميربالا تشكر هدرة إنه الناس عايشين بإسطنبول، إحنا بيجي بهاي الحياة السريعة. فشوفوا من هنا على راحتهم يفتحون المحلات، ما عندهم هال إنه خلاني أفتح المحل راح أتأخر على رزقي. فيعني حياة شي بطيئة. يا أهلا. هذا محل ملابس، عنده اشياء حلوه فلازم اوقف واشوف. ايش قد حلو هذا، ب80 ليره. هذا هم ب80 ليره. طبعا القماش مالته ما احكي لكم شنو،
فتشي يجنن. با كل زين ب80 ليرة، هواي احنا باسطنبول كلش هواي اغلى، يعني شو الاسعار هنا صراحة ممتازة. شوف الالوان حتى هذا لطيف. Onun fiyatı 3250, size olur da 2600. 2600, okey. Yani 2000. Yani normalde çok daha pahalı bu. Yani normalinde bu 600-700 dolar. Şu an fiyatı indi bunun. Ama çok güzel yani. Şuf hay. Şuf hay kotat. Şetaviye. Bıraha kulliş helve. وأكو اللي تصير بهالشكل هذا الكيب، يعني انه تتفوت الايد بهالشكل هذا وصايرة على الجهتين. هذه الكوتات سعرها 4500 ليرة. شوفوا لي هذا الشارع الجميل، المكان يجنن يجنن، كله عبارة عن مكان قهاوي. بس هاي البخاخات ما تصلح ويا الشعر. هذا مكان تاريخي، قال لنا صاحب المكان بس تعالوا شوفوا، شافنا دا نصور. هاي من فوائد الكاميرا من تكونون شايليها، كل الناس تعزمكم. قال هذا مكان تاريخي، البناء من هذا المقوس. دير بالك ثريا، فات قتيبة بالثريا. وصلت القهوة، طلبنا القهوة العثمانية، ويا القهوة تحلى السوالف. حابة أذكر لكم فت قصة هنا صارت بمدينة إزمير. طبعا صارت هذه بنهاية الدولة العثمانية، لما بدأت تضعف الدولة العثمانية اتكالبت عليها الدول من استراليا، من ايطاليا، وكثير من الدول حاولت انه تقسم تركيا الى دويلات صغيرة. اللي صار بازمير انه اليونان احتلت ازمير من سنة 1919 الى 1922، احتلتها بالكامل. لكن مصطفى كمال اتاتورك اللي هو ضابط بالجيش العثماني، يمكن كثير من الناس ما تعرف هذا الشيء، شاف انه جزء من بلده احتل بالكامل، لهذا قاد جيش وحرر ازمير من سيطره اليونانيين، وتحررت ازمير. ولهذا السبب تشوفون انه الناس بازمير عندهم يعني يعتبروه مثل بطل قومي، واكيد كل الاتراك يحبوه، لكن هنا لهم معزه خاصه لمصطفى كمال اتاتورك. مدينه ازمير مدينه جدا متعدده الثقافات والحضارات، عاشوا بها كثير من الأديان. سنة 1424 انضمت إزمير تحت الحكم العثماني، وكان معظم سكانها من المسيحيين الأرمن واليونانيين، وكانت الطائفة اليهودية طائفة جدا مهمة وكبيرة، حتى أنه ما بين القرن السابع عشر والقرن التاسع عشر بلغ عدد السكان أقصاهم، حتى وصل عدد السكان اليهود العايشين بمدينة إزمير إلى 40,000 نسمة. السلطانة والعرافة شو اليوم أنا قاعدة سلطانة. طبعا الأجواء كلش حلوة بهذا المكان، السوق القديم. كل شوي نسمع أغاني والموسيقى. اسمعوا الميكروفون حتى تسمعون الصوت.
احنا الزقاق اللي كنا بيه اللي بيه القهاوي واللي شفته عزف الموسيقى، هذا المكان اسمه كافوجي زقاق، بس يمه صاير خان قديم اسمه كزلار آس. هسه رايحين عليه، خان كلش قديم من زمن الدوله العثمانيه. تعالوا ويانا نشوفه. احلى شيء بالسوق الصراحه السوق القديم هو هذا المكان، مكان القهوه اللي شفتوها كلها قاعدين، عباره عن محلات قديمه، هي جزء من خانات يعني مبينه قديمه السقوف مالتها، وهذا الخان اللي احنا هسه بيه. طبعا كلها تكون موجوده بصندوق الوصف. المكان هذا كلش حلو الصراحه، احلى من بقيه الاسواق الثانيه. يذكرني هذا بسوق الكابولا تشارش او الجراند بازار. هذه شالات باشكال حلوه، اسعارها ب 65 ليره 80 ليره اكو بيها. شوف المكان قلت لكم كلها مفاجآت من تفوتون للخانات. طبعا شكله اكو فوق نشوف. واو يا سلام، هذا الطابق الثاني للخان. بس شوف السقوف، التهوية اللي صايرة بالسقوف، وطبعا مطية إضاءة حلوة حلوة ومنظور ولا أروع للخان. كثير بي من الأنتيك. الخان يجنن كلش كلش حلو، يعني بديع هيجي، ما أعرف بيه فد روحية حلوة. أكو خانات تفوتوها يعني عادية، بس هذا الخان يعني صدق تحسوه كأنه عراك مول من هاي المولات اللي هسه يسوون كثير من المولات نفس الطراز الخان، فلهذا حلو. بس طبعا هذا بعد أحلى. شوفي هذا المكان قتيبة صاحب المحل أو هذا الدكان الصغير مال الأنتيك عافنا المكان، قال لنا أنتوا صوروا، هو ما يقبل يطلع. المكان يجنن يجنن. الأشياء اللي بيه طبعا اللي يريد، مثلا أكو ناس عندها هواية إنه تجمع الأنتيك، إنه تأثث بيتها من الأشياء القديمة. مثلا شوفوا لي هاي الباب، هاي جزء من باب مكتوب طبعا آية قرآنية عليها. فتسألون أو من تسمعون الناي أثناء عزفه، دائما تسمعون من الناي عزف حزين، مستحيل إنه تسمعون غير شيء، دائما تحسون بيه أنين لما يطلع الصوت من عنده. طبعا لجلال الدين الرومي فلسفة بهذا الشيء، يقول دائما إنه الناي هو أصلا هذا القصب اللي تشوفوه، هذا القصب انقص لكن أصله وجذره بقى بالتربة. فلهذا دائما لما يعزفون بالناي يطلع منه الصوت حنين، ويقول انه هذا الشيء بسبب انه هو لان انقص من اصله، فهو دائما في حاله حنين انه يريد يرجع الى اصله او الى المكان اللي قصوه من عنده. وهذا هو الانسان، نفس الشيء يقول جلال الدين الرومي، نفس الشيء هذا يطبق على الانسان، دائما يحس انه دائما هو في رحله بحث، دائما يحس محتاج الى شيء، وهذا الشيء ما راح يلاقيه او ما راح يرتاح الا لما يرجع الى الله سبحانه وتعالى، لانه احنا روح من رب العالمين موجودين على الارض وما راح نرتاح الا بالرجوع اليه. دخلنا لهذا المحل، كله عبارة عن أشياء قديمة من أسطوانات، من مسجلات صوت، أي شيء. هاي الأسطوانات، الجراموفون القديم، أسطوانات قديمة، المحل كله قديم. طبعا أكو شخص عندنا هنا يحب، أو هو هذا عالمه اللي يعيد الأيام الطفولة قتيبة. طبعا اللي ما يعرف أنه هو يعزف جيتار، كلش يحب الاغاني والفن والموسيقى ويحب الاسطوانات، فمن يفوت هنا يدخل هاي المحلات يذكر ايام طفولته. وين كنت تروح؟
بالبغداد يدورون هاي الاسطوانات. سوق هرج. سوق هرج يروح. كان اكو مكان اسمه تشقمقتشي. 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 ما اعرف هاي يعني انا بصراحه ما اعرفها. فيروح هو وصديقه ويدورون على اسطوانات يقعدون يعزفون. قتيب اخذ اسطوانتين، واحده ب 50 وواحده ب 140. هاي جورج هاريسون هنا. طبعا قتيب ورا ما اشتراها دا يختبرها، بس المفروض هذا نختبرها قبل يعني دا يشوفها اذا مشخطه او لا. يمكن ما تعرفوا عني انه انا احب لبس العرافات. حتى دا كلها القتيبه هسه تطلع بالشارع يقولون هاي شنو فيلم، على بالهم اني هنا معروف بتركيا بالفالج اللي هو يقرا الفنجان. فاني لابسه هيك واحب هذا اللبس لان جدا مرح بالصيف. احب هاي المحلات. الحلو هنا بتركيا انه دائما تلقوها موجوده. عاجبني ادخل اريد اشوف الاسعار اذا رخيصه او لا. حبيت هذا. هذا يعني حتى المحجبات يقدرون يلبسوه، يعني جدا مريح. شنو رايكم بهذا؟ هذا حلو. هذا ب 335. كلها القماشات مالتها قطنية، وطبعا خاصة فصل الصيف جدا لطيفة. وطبعا لأحجام كبيرة حتى الواحد يلبسها تفيدكم. مثلا الألوان مالتها بداعة. طبعا غير التطريزات أكو بيها شغل إيد. شوفوا لي هذا وهذا. عندكم هنا الاشياء البيضة، شغلات حلوه مطرزه. شوف هذا الطبع يعني مطبوع فعلا يعني باداه هيك صايره بهالشكل هذا، وتجيب والقماش مالتها يجنن يجنن. هاي مرات مثلا يلبسوها برمضان. الحلو بيها هيك خفيفه ويا جينز ولا احلى. كلش حبيت. اللي يحبون هذا الستايل الهيبي عندهم اشياء غريبه الصراحه. الاسعار مثلا هنا تشوفوها تتراوح مثلا بين 200 ليره 300 ليره توصل لل 700 مرات. طبعا حسب الشغل اذا اكو تطريز بي والقماش اللي حاطيه بالقطعه. شوفوا لي هذا. هاي هنا يسووا مريه عندهم عمرها تقول بالثمانينات تسوي هذا. هذا هو اللبس يعني مال هضبة الأناضول واللي يلبسوه. شوفوا هاي الخلفية مالته. وقالت اللي مثلا نسوي كارغو أو نسوي مثل شحن، يعني هنا يسموه كارغو للخارج، فممكن تتواصلون وياهم ويسوي لكم إياها. طبعا كلها شغل إيد هذا اللي تشوفوه. شوفوا لي هاي التطريزات هنا. هذا بجينز، هذا الخلفية مالته، وهذا هيك يجي. فصراحة كلش حلوة. طبعا اكو هواي ناس تحب هاي الموديلات لانه عريضة تصير ومريحة. ان شاء الله حبيت المكان. انا يعني كلش حبيته. يعني هيك مختلف. الملابس اللي عندهم كلها مسويها طبعا مثل ما يقولون هم اوريجينال، يعني انه عندها قطعة واحدة من عندها، كل قطعة هي واحدة بس. فاللي تلبسوها ما راح تلقوها بغير مكان وما تشوفون احد لابسها. راح اخلي لكم الموقع مال هذا المحل بصندوق الوصف. طبعا الهانم اللي موجوده بالمحل جدا لطيفه وممكن نسوي لكم عليها يعني تخفيضات. وبالحلقة القادمة راح نكمل جولتنا في مدينة إزمير. شكرا لمتابعتكم. لا تنسون تشتركون بالقناة وتفعيل جرس التنبيه. وإذا كنتم حابين تدعمون القناة بشكل مباشر فيمكنكم عن طريق رابطنا بالباتريون الموجود أسفل الفيديو. نشوفكم على خير بالأسبوع المقبل. في أمان الله.